السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر عرين. في هذا الفيديو راح نعمل معاينة لكارت 4090 من شركة جيجا بايت، وبالأخص الفئة الجيمينج أو سي. أو سي اختصار لكسر سرعة أو أوفركلوك. وبهذا الفيديو إن شاء الله راح نركز على أداء الكارت، على دقة 4K و2K، وبرضه راح نراقب درجة الحرارة وكمية سحب الطاقة للكارت، وبرضه راح نشوف اذا هذا الكارت بأفضل سعر مقابلة للأداء ولا لا. خلينا نبلش. زي ما حكيت لكم راح نركز على معاينة الكارت على دقة 4K و2K، واول اختبار عملته على الكارت اللي هو الفور مارك. بدنا نشوف قديش درجة حرارة المعالج مع الضغط والاستخدام اللود 99% وقديش بسحب طاقة. الحلو بهذا الكارت انه درجة الحرارة ما طلعت عن 70 سيليوس، وهاي نقطة قوية لكارت الجيجا بايت. حتى بالضغط العالي اكثر كمية سحب للطاقة كانت 450 واط. شكل الكارت كثير حلو، حجمه كبير وبيجي برضو كمان سيركل LED RGB لايت، بيجي تحت المراوح، بعطيها منظر كثير حلو وصار يشبه تقريبا كارت الأورس من شركة جيجا بايت. الكارت طبعا بيجي ثلاث مراوح، شكله مرتب عجبني بس مش كثير، يعني مش أنا عندي الأداء. خلينا نروح نشوف قديش أداؤه بالاختبارات الثانية. الاختبار الثاني كان تايم سباي إكستريم، زي ما انتم شايفين حصلنا سكور 16804، قفزة منيحة بالنسبة لل 3090 Ti. واذا لاحظت استخدام الكارت 100% كان اللود على الكارت، ودرجة الحرارة ما طلعت عن 70، وكان تردد الكارت 2745 MHz، اداء كثير رائع مقارنة بال 3090 Ti. اما اختبار بورت ريال حصل الكارت على سكور كثير مرتب 25553، وهون الكارت سجل اعلى تردد لحد الان 2760 ميجا هرتز. كارت قوي واداء رائع وسعر مناسب، سعره زياده عن الفاوندنج اديشن $100، سعره بالولايات المتحده الامريكيه $1700، زياده $100 عن الفاوندر اديشن. بس بالنسبه للاداء وبالنسبه للشكل RGB، ثلاث مراوح، تبريد اقوى، كسر سرعة أقوى من الفاوندر إديشن، وأداء أكيد أفضل بفرق $100، أنا بشوف إنه كثير مناسب سعره جدا بالنسبة للأداء اللي راح يعطيه. وهسا راح نشوف كيف أداء الكارت مع الألعاب. عملت الاختبار على 4K Resolution و2K Resolution DLSS Off، بدنا نشوف الأداء الحقيقي للكارت.
أداء رائع من الكارت، أثبت جدارته، سعره كثير مناسب، مش لازم تدفع فرق 200-300 دولار عشان تأخذ كارت أقوى بأداء شوي صغير الفرق. هنا أنا بحس إنه هاي هي السويت سبوت للكارت. سويت سبوت يعني أفضل سعر لأفضل أداء، يعني بتحصل سعر مناسب وبتأخذ تقريبا أفضل الأداء. في أكيد أداء أفضل من هيك، بس رح تدفع كمية مصاري أكبر عشان تحصل على أداء زيادة شوي صغيرة. فأنت هنا بتحصل النقطة المناسبة للأداء وبرضو ما بتدفع المبلغ الهائل، تشري تقريبا زي الستريكس حقه 2000 دولار. كرت كثير رائع، شكل مرتب، الار جي بي لايتنج كثير حلو، سعره مناسب، تبريده ما طلع عن 70 سيليوس مع الضغط واللود 100%. بالنسبة لي هذا الكارت عجبني كثير. بس مين بالضبط لازم يشتري؟ إذا بدك تشتري كارت 4090 زي هيك، بدك تأخذ بعين الاعتبار إنك يكون عندك باور سبلاي 1000 واط وطلع، وبرضو بدك تشوف إذا أنت بدك تلعب 2K أو 4K، لأنه إذا بدك تلعب 4K بأيد إنك تشتري كارت 4090. بس إذا بدك تلعب 2K وما بدك تدفع مبلغ هائل، أنا بقول إذا عندك أنت already سيريز 3000 سيريز كارت شاشة وتلعب عليها 2K مناسب لحد الآن. بس أكيد إشي برجع لك، إذا عجبك الكارت وعجبك المعاينة احكي لنا شو رأيك بكومنت، وبرضو ما تنسى تعمل لنا، وإن شاء الله فيديوهات ثانية رح أجيب نسخ ثانية. عملت نسخة للطف وشفت معاينة الطف، وبرضو نسخة الجيجا بايت لسه بستنى أعمل الستريكس، كثير بستناها لأنه أنا من محبين الROG ستريكس، وبرضو قاعد بستنى أعمل معالجة للجيل 13 من شركة انتل المعالجات. في عندي تجميع خرافية، راح أعمل أقوى تجميع على AMD وأعمل أقوى تجميع على الانتل إن شاء الله قريبا لما يتوفر عندي جميع القطع. تابعونا وإن شاء الله راح نشوفكم بفيديو آخر. مع السلامة.